أحضرنا قبلات تامر حسني لعروسة تونسية أثار الجدل على السوشيال ميديا. انتشار خبر وجود علاقة سرية ما بين تامر حسني وما بين العروسة وراس وقبلات قدام عرسها. معقولة اللي بيحصل ده؟ هنكشف معاكم تفاصيل الموضوع والكواليس النهاردة. ومعانا كشف سر هجوم الإعلامية مروة صبري على سمية الخشاب. الحقيقة مروة أحرجتها جدا، إيه اللي حصل وإيه الكواليس هقول لكم في الفقرة التانية. أما فقرتنا التالتة هتكون ما بين مؤيد وما بين معارض وآراء نجوم الفن والإعلاميين على فيديو رأس طالبة جامعة أسيوط، وهنشوف مع بعض إيه اللي حصل بالظبط وإيه تطورات الموضوع. وبعد ما نوهنا على فقرات الفيديو هنبدأ دلوقتي على طول مع بعض الفيديو علشان ما نضيعش وقت أكتر من كده. دلوقتي بقى اضغطوا لايك للحلقة. أهلا وسهلا بيكم. أحضن قبلات تامر حسني للعروسة التونسية في غرفة نومها أثناء تحضيرها لحفل زفافها أثار الجدل على السوشيال ميديا. الفيديو ده قلب الدنيا وهنشوف طبعا مع بعض الفيديو. هيخرج تامر من ورا التسريحة والعروسة هنا اللي بترقص وبتحط المكياج هتتفاجئ وعلى طول هتحضن تامر حسني. الحضن الطويل ده أثار الجدل على السوشيال ميديا، مش بس كده الناس حست ان هم بيعرفوا بعض وخصوصا بعد ما رقصوا مع بعض. ثابت عرسها وكانت مركزة جدا مع تامر حسني. التصرف ده تم انتقاده على السوشيال ميديا. كمان تامر حسني كان واضح جدا ان هو مبسوط اثناء الفرح وكأنه كان يعرف العروسة. الامر ده خلى الكل هنا يقول ان في علاقة ما بين تامر وما بين العروسة التونسية. مش بس كده الجمهور كمان انتقد العروسة دي بسبب فستانها المكشوف وسموها العروسة ذات الظهر المكشوف. ودلوقتي طبعا هنشوف مع بعض الفيديو، الفيديو اللي أثار الجدل، ونرجع نتكلم. دلوقتي هقول لكم رأيي اللي جايز تتفقوا معايا فيه او لا. العروسة مريم كانت عارفة ان تامر رايح وان هي هتتصور معاه لان كاميرا الموبايل كانت شغالة وبتصور، واضح جدا ان في حد في الأوضة وكان بيصورها. الكاميرا بتاع الموبايل كانت بتلف معاها وبتلف معاها وهي بتحضن تامر، يعني اللي بيصور عارف هو بيصور ايه بالظبط، وعلشان يكون في حد في الأوضة يصورها يبقى هي بالتأكيد هتكون عارفة ان في حاجة هتحصل او ان تامر هيظهر. ولكن طبعا عايز اقول لكم ان في الاول وفي الاخر الموضوع المقصود منه الترند ده، غير بقى الحضن الطويل اللي شفتوه من العروسه لتامر واستجابه تامر للموضوع ده. الحقيقه الجمهور هنا انتقده، يعني الاعجاب بيكون ليه حد والفرحه كمان بتكون ليها حدود. الفرحه ما يجيبش ان هي تخرجنا عن حدود اللياقه والادب. والحقيقه كلنا بنحب تامر وكل المطربين الناجحين بيكون ليهم معجبات كتير جدا، ولكن ده ما يخرجناش لما نشوف المطربين او النجوم دول عن حدود اللياقه والادب. ده غير بقى رقصها مع تامر طول فقراته وثابت العريس، وهنا بقى الامر ده عرضها للانتقاد وتقال ان في علاقه تربط ما بين تامر ومريم، وخصوصا ان تامر قال انا جيت من مصر علشان اكون جزء من اليوم المميز لمريم. مريم اتربت على الاغاني دي اغانيه من وهي صغيره، علشان كده الكل توقع هنا ان في علاقه ما بينهم. ولكن عايز اقول لكم الموضوع ده مش حقيقي، لكن تصرفاتها وسلوكها اثناء الفرح والتعبير الزياده عن الفرحه هو اللي ادى ان الناس تتكلم بالشكل ده. كمان تامر كان لازم ياخد باله من موقفه ولازم يكون في حدود للياقه والتصرف في الموقف.
المهم في الاخر الموضوع بقى ترند، ويمكن يكون هو ده المقصود من الموضوع كله. اكتبوا بقى انتوا دلوقتي رايكم في التعليقات، هل مريم كان عندها حق هي وتامر ان هم يتصرفوا بالشكل ده؟ هل الفرح كان لازم يكون بالشكل ده ولا كان المفروض يبقى شكله ايه؟ دلوقتي هنتنقل بقى على الفقره الثانيه، يلا طبعوني وتعالوا معايا بسرعه نطلع نجري على الفقره الثانيه. هاجمت الإعلامية مروة صبري الفنانة سمية الخشاب، وده بسبب تصريحاتها عن الثانوية العامة وبسبب نصايحها اللي بتديها للطلاب واللي قالت فيها إن الشهادة مش مهمة وأهم شيء هو الحصول على الفلوس. معك فلوس تعرف تعيش، تعرف تسافر، تعرف تجيب عربية، ونصايح هدامة كتير للثانوية العامة في الوقت اللي هم محتاجين فيه كل كلمة تشجيع علشان يحققوا نتائج عالية ويفرحوا أهليهم اللي تعبوا عشانهم. مروة توقعت ان صفحة سمية الخشاب اتسرقت، وقالت ما ينفعش حد مشهور ابدا يقول كلام زي ده، واكدت على ان الشهادة شيء مهم وهي اللي بتحدد المصير على عكس كلام طبعا سمية تماما. تطلع فيديوهات من ناس مؤثرين على السوشيال ميديا انه ايه التعليم ده وايه لزوم التعليم والشهادة ملهاش اي لازمة، الثانوية العامة والناس يعني بتبقى محتاجة كلمة تشجيعية او اي حد يعمل لهم يعني دعم. عز الخوف والرعب والطلاب قاعدين بيذاكروا والاهالي بتدفع دم قلبها على الدروس وعلى الاكل وعلى الشرب ومرعوبين على اولادهم وبناتهم وعايزينهم يجيبوا احسن المجاميع نفسهم وبيتمنوا ان هم يجيبوا 100% عشان يدخلوا كليات القمه عشان وعشان 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 يحققوا لهم حلمهم. اذ نفاجئ بزميل الخشاب طلع تقول لهم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انه ولا تعليم ولا شهاده ولا نيله، الا هيبقى معاه فلوس هو اللي هيقدر يتجوز ويصرف على نفسه ويعمل كل حاجه هو عايزها، ولكن في النهايه الشهاده دي انت هتعملها قرطاس طعميه. بجد؟ ايه ده بجد؟ اه والله العظيم بجد. الفنانه سميه الخشاب طلعت قالت كده لدرجه ان انا قلت البيج بتاعتها او الصفحه بتاعتها اتسرقت. يا جماعه اكيد مفيش فنانه مصريه يعني اسمها معروف وعملت بطولات تطلع تقول نصيحه زي دي ل يعني طلاب في ثانويه عامه ما بيعملوش حاجه غير ان هم قاعدين عينهم في الكتاب. دلوقتي كاتبه كمان على الصفحه بتاعتها انه انا عملت شهادتي قرطاس. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين ان فنانه مصريه والناس بتحبها وطبيعي؟ ويمكن انا قلت الكلام ده قبل كده ولكن هقوله تاني وهكرره للمره المليون، ان دايما احنا عندنا القامات، عندنا لعيبه الكوره المشهورين، الفنانين المشهورين، اي حد مشهور في المجتمع احنا بنبقى واخدينه قدوه، بنبقى شايفين ان هو بيتكلم صح، في ناس كتير بتحبه فبتسمعه. اذا انت كلمه منك ممكن تدعمي بيها بتوع ثانويه عامه واهاليهم، وبكلمه منك ممكن تحبطي بعض الناس، ولكن اعتقد ان مفيش حد ممكن ياثر في التصريح اللي انت كاتباه ده، لان ده تصريح ما يطلعش من الفنانه صراحه ولا يطلع من اي انسان عايش على وجه الارض طبيعي. انك تقولي للعيال الغلابه اللي قاعدين بيذاكروا نفسهم ينجحوا نفسهم يعملوا احسن حاجه، الابهات اللي فلوسهم يا عيني رايحه على الدروس الخصوصيه على انه عايز ابنه او بنته يبقوا احسن الناس يحققوا احسن النتائج يخشوا احسن الكليات، تطلعي تقولي له في الاخر هتعملها قرص طعميه ولا قرطاس طعميه قرص طعميه فعلا قرطاس طعميه ولا قرطاس لب؟ ده كلام يعني الصراحه للاسف ان انا اتاكدت ان الصفحه بتاعت سمية الخشاب ما اتسرقتش. والحقيقه كان رد ناري جدا من مروة صبري على سمية الخشاب. اكتبوا بقى انتوا رايكم دلوقتي في التعليقات على تصريحات الفنانه سمية الخشاب. تعالوا بقى نشوف مع بعض دلوقتي الفقره الثالثه والاخيره. تصدر خلال الساعات الماضيه اسم سمر عنتر طالبه في كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط. اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات لما رقصت في حفلة التخرج وتعرضت لانتقادات واسعة. انقسم بقى نجوم الوسط الفني والإعلامي ما بين مؤيد وما بين معارض. من أبرز النجوم اللي دعموها الفنانة مي كساب واللي نشرت صورتها عبر خاصية الستوري على الانستجرام وكتبت اللي يعرفها يقول لها تفرح وتتبسط بنجاحها وتسيبها من المرضى ربنا يهديهم ويهدينا. كمان ويجز كتب وقال ان اي حد شايف ان سمر عنتر عملت حاجه غلط يبقى عيان ومحتاج يتعالج. كما دافع الاعلامي تامر امين عن طالبه جامعه اسيوط وقال في البرنامج الخاص بيه راس البنت مش خليعه ولا منحط ولا في اي ايحاءات علشان كده ما نتكلمش في شرف البنت بالشكل ده. الحق يقال والانصاف كمان يقولوا ان هي ما هزتش. ده رايي انا، هنا بقول رايي مش ماليش دعوه بكل واحد يشوف اللي هو يشوفه. انا بقول رايي ان لا في راس خليع ولا رأس منحط ولا رأس سافر ولا في عري ولا في ابتزال ولا في. أما
الداعية عبد الله رشدي انتقد سمر وقال: ما أباح الله للمرأة أن ترقص بحضرة الرجال لا في عرس ولا في حفل التخرج ولا غيره. وأشار كمان: ليس من شيم الرجل قبول ذلك على نسائه ولا المشاركة فيه بأي صورة، بل هو فعل مزر للرجل، والواجب أن يعاد للعلم هيبته وللمرأة حياؤها وللرجل وقاره. يجب أن نجعل فرحتنا منضبطة بما شرعه الله لنا، لا أن نستبيح وقت الفرح في مخالفة شرع الله. وفي الآخر عايز أقول أن محدش على السوشيال ميديا بيتهم سمر بأي حاجة، ولكن بس بيلفتوا نظرها أن التصرف ده مش صحيح، وأن الفرحة يجب أن تكون منضبطة. على فكرة كلنا على السوشيال ميديا أو في مصر والوطن العربي زي أسرة واحدة، لما حد بينتقد حد بشكل محترم مش لازم ناخدها على صدرنا قوي، ولازم نعرف أننا في الأول وفي الآخر كلنا بنخاف على بعض. طبعا ده بخلاف قلة قليلة، ولكن يجب أن نستفيد من أي موقف يمر بينا. علشان كده كلامي موجه لأي بنت أو أي ست مش لسمر، عايز أقول لهم خلي بالكم من سلوككم، علشان بس ما نديش فرصة لحد إن هو يتكلم علينا ولا يشوف تصرفنا بشكل غلط مبالغ فيه. خلي بالكم من كل تصرف بتعملوه، ومش للبنات بس، كمان للأولاد، لكل إنسان في مجتمعنا. لحد هنا بقى النهاردة هني حلقتي معاكم، أتمنى الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجبت الحلقة ومعايا دلوقتي لايك للحلقة وشير وسبسكرايب كمان للقناة. أهلا وسهلا بكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.